حياكم الله مشاهدينا وهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا. اهلا وسهلا بك يا ندى. اهلا وسهلا فيك رؤى، وطبعا مسي على المشاهدين، حياكم الله. اول شيء قبل ندخل في التفاصيل كالعاده، وقت واحنا جايين بالطريق ايش نشوف؟ ايش نشوف؟ نشوف السوشيال ميديا ايش فيها من اشياء. صحيح، ودائما في اشياء كده نشوفها تمسنا او تلفتنا او تحس انه هي كانها رساله جات الحين. في واحده من الاشياء اللي لفتتني كان لي مقطع فيديو، شخص كان يسال شخص ثاني سؤال جدا عميق ويخلي الانسان يتفكر. انه هذا السؤال كان عباره عن ايش اكثر شيء كنت تخاف منه او تشيل همه في المستقبل. ابغى اعرف انت ايش انطباعك. انا صراحه شخصيه جدا قلقه وأتوتر كثير وأشيل هم أشياء كثيرة، ممكن أشياء أنت تشوفينها تافهة أنا أكون شايلة همها. من الأشياء يعني قبل كانت الدراسة، أي من كثر ما أنا شلت همها جتني الشقيقة، لأني أنا آكل الكتاب أكل يا رؤى، تخيل عين الكتاب. أي أيوة والله. فأوكي ما ندمت أني سويت هذا الشيء، بس ندمت أني ما انتبهت لصحتي وقتها أكثر. القصد ندى أكثر أنه مثلا في أشياء إحنا نشيل همها في المستقبل، وسبحان الله وقت ما يجي المستقبل تلقيها ما تسوى، ما صح. تسوى هذا الهم يعني، ولا هذا القلق، ولا على قولك يعني تجيكي نوبات مثلا او اعراض بسبب انك انت فعلا شايله هم. يمكن عشان اهتماماتنا تختلف كل ما كبرنا، فتصير حتى لو رجعت انت بالزمن تقول انا شلون كنت اهتم لهذا الشيء، انا شلون حتى كنت افكر بهالشيء. حتى في بعض الناس يتغير اهدافهم كلها تماما صح. بعد ما يكبروا. شوف اقول لك على شغله، والله يا جماعه ترى هذه مو تشجيع لاي شيء. تو ماتش ديتيلز، يلا حكيكي بس. أكثر الأشياء اللي كنت أخاف منها في المستقبل الطلاق، الانفصال. ليه؟ لأنها أنا بالنسبة لي الطلاق ترى نفق أسود، ما تعرفي إيش فيه نهاية النفق، ما تعرفي إيش الأشياء اللي حتمر فيها، ما في تفاصيل كثير ما تعرفيها. دائما الأشياء المستقبلية الواحد يشيل همها. لكن يعني أنا أتكلم عن اليوم بعد مدة طويلة، ومو تشجيع على الطلاق، لكن هذا إيمانا مني بأن الله دائما موجود، إحنا دائما في معية الله. إذا إحنا في معية الله معناته أنه الله هو اللي يدبر أمورنا كيف ما كانت في أي مرحلة انتقالية، سواء كان مثلا في انفصال من وظيفة، من انتهاء علاقة، من مرحلة انتقالية الله قدر وكتب أني أنا أنقل من بلد لبلد. كل هذه الظروف لما تصير في حياة الإنسان الله يدبر لك التساهيل، عرفتي؟ فعشان كذا الواحد مفروض انه هو ما يخاف طالما انه هو انسان مؤمن. ما في ما في ما في اي حياه او اي امر صعب يمر على الانسان الا والفرج بيكون وراء. وهذه سبحان الله نعمه من نعم الله علينا، انه الحياه ما تمشي على رتم واحد، تنزل وترجع تطلع. ف اليوم تقولين دائما امر المؤمن كله خير، امر المؤمن كله خير فعلا. يعني انا اقول اليوم انا عايشه المستقبل اللي كنت اخاف منه، وأقدر أقول بيقين تام أني أنا أفضل بكثير من الأشياء اللي كنت أتوقعها واللي أنا كنت مخططتها. الأشياء اللي الله يعطيك إياها أعظم وأكرم وأفضل بكثير من الأشياء اللي أنت تكوني تتخيليها وترسميها لنفسك. أتفق معك. نروح لعناوين حلقتنا اليوم، نشوف إيش عندنا من تفاصيل. يلا خلينا نطلع ونشوف مع بعض إيش عندنا من موضوعات لحلقة اليوم. ألم الأسنان المفاجئ وعلاقته بالتهاب اللثة والكشف عن الأمراض الخطيرة. ورح نتعرف على طرق المحافظة على روائح العطور وما هي أفضل أنواع العطور الصيفية. ورح نناقش هدر الوقت في العلاقات العاطفية. ومن مدينة رفحة مصور يعاصر تطور الزواجات من بيوت الشعر إلى قاعات الأفراح. خلوني أخذكم بالبداية لدراسة حديثة عملت عليها باحثة في الاتصال والإعلام الرقمي بجامعة الملك سعود الدكتورة شيماء اللقماني، كشفت عن زيادة اهتمام الجمهور الدولي بمعرفة ومتابعة الثقافة المحلية للمجتمع السعودي وطريقة نمط حياته. والجميل في هذه الدراسة أنها نوهت عن الدور الكبير اللي تقوم فيه جهاتنا الحكومية في تعزيز الصورة الإيجابية ونقل الثقافة والموروث للعالم من خلال الفعاليات والمبادرات اللي تصير.
أكيد طبعاً، يعني بنشوف السعودية حاضرة في أماكن كثير وفي فعاليات عالمية، إلى ما أن وصلت لمرحلة أن هي تستقطب هذه الفعاليات العالمية من مؤتمرات اقتصادية، استثمارية، سياسية، ترفيهية، رياضية، سياحية، يعني في كل القطاعات المختلفة. الجميل في مملكتنا اختلاف الثقافات اللي فيها باختلاف المناطق الموجودة، كيف صار هذا التعايش والقبول، حتى انه تعرفي لما يكون في تعايش، تعرفي انه في، كيف اقول لك، في نوع مختلف من الجمال، في نوع جديد من الثقافه، في اريحيه، في امان. وسبحان الله يمكن خلال السنوات السريعه هذه اللي مرت علينا، هي فتره بسيطه حتى ما وصلت الى 10 سنوات، بنشوف كميه التفتح، التعايش حتى مع طبعا الدول الشقيقة للسياحة لغيرها، ما عادت هي منغلقة على نفسها ومؤمنة بخصوصيتها، حافظت على خصوصية موروثها، بالإضافة أنه هي كيف صدرته للخارج. فعلا يعني لاحظنا في الآونة الأخيرة في اهتمام كبير من الجانب السياحي وحتى الترفيهي، وهذا الشيء خلى الدولة يعني تصدر عندنا أنه مثلا الأجانب يتعرفون على عاداتنا، على تقاليدنا، على ثقافتنا، حتى صار عندهم اهتمام أنهم يبغون يسمعون لهجتنا أكثر، يحبون لما ننطق بعض الحروف اللي هم ما يقدرون حتى ينطقونها، فصار عندهم اهتمام كبير أنهم يجون يشوفون التنوع الجغرافي عندنا. مثلا إذا أنت جاي بفصل الصيف تقدرين حتى في بعض المناطق تكون جوها حلو، فهو عنده هذا التنوع الجغرافي وعنده هذا التعدد اللي يقدر يشوفه، غير انه الشعب جدا جميل وجدا مضياف. وحتى في نقطة جدا مهمة اللي هي الأمان، لما انت تحس بأمان انت راح تتحمس وتشجع انك تجي لهذه الدولة. أكيد. خليني أسألك حتى رؤى في موضوع جدا مهم، ما أدري إذا أنت مريتي فيه ولا لا، يعني في بعض السيدات مروا فيه فترة الحمل، زاد وزنك أو لا، أو مثل ما هو؟ أكيد طبعاً زاد وزني، في بني آدم جوايا يعني فحيزيد وزني، بس المضحك في تجربتي مع الحمل، طبعاً هذه من أحلى التجارب اللي بصراحة تمر فيها أي سيدة بالنسبة لي. إلى الشهر الخامس أنا زايدة نص كيلو، فالدكتورة كانت تقول يا رؤى يعني ترى لازم وزنك يزيد، بس في الثامن فجأة استوعبت أنه أنا حامل، فجأة تغير جسمي، فجأة صار عندي بطن لا قوة إلا بالله وزاد وزني، بس ما تعتبر زيادة عالية. يعني أنا مثلا وزني الطبيعي ما بين 52-53، وصل إلى تقريبا 61-62، فأعتقد أنه أيوه كان جدا معقول. صحيح، يعني نشوف دائما زيادة الوزن فترة الحمل يكون موضوع طبيعي ويصير مع الأغلبية، ولكن كثير ناس ما يعرفون قد إيش ممكن تؤثر زيادة الوزن على الأم وعلى حتى الجنين بعد ولادته من عدة نواحي. وطبعا نستضيف معنا في الاستوديو الدكتورة آلاء العليط، استشارية الأجنحة والحمل الحرج. حياك الله معنا دكتورة آلاء. هلا وسهلا، حياك الله. نورتينا. أهلين، مشكورين على الاستضافة. نورتينا دكتورة. نبي نعرف يعني في البداية إيش أسباب زيادة وزن المرأة خلال فترة الحمل؟ زيادة الوزن أثناء الحمل ترجع لأسباب عدة، أحد أهم الأسباب لوزن المرأة الحامل من قبل الحمل نفسها، هل هي كان عندها زيادة في الوزن، وزنها أقل من الطبيعي، عندها زيادة في الوزن، كمان ترجع على حسب هل هي حامل بيبي واحد أو توأم، هل كان حملها طبيعي او حملها كان بهرمونات تحريض اطفال انابيب، او كانت يعني في مساعده على الحمل او الانجاب سابقا. كمان الجينات احيانا ممكن تلعب دور. طبعا لما الحرمة الحامل يزيد وزنها لها اسباب عده، احد اهم الاسباب ممكن زياده حجم الثدي يؤدي الى زياده في وزنها، حجم الرحم كمان يسوي زياده في وزن المرأة الحامل، البيبي نفسها، المويات، هذه كلها لها وزن كمان. كمان مع هرمون الحمل بيصير في احتباس سوائل في جسم المرأة الحامل، فلها زيادة في المويه. وطبعا النسبة الأقل اللي الحامل ما تدري عنها أنها نسبة الدهون هي أقل شيء، كمان ممكن تزيد عندها وتسوي لها زيادة بالوزن، بس أقل سبب. يعني كل الأسباب اللي ذكرتيها دكتورة، شعوري يقول إنه هي مو بإيد المرأة، يعني لا بإيدي يكون عندي احتباس سوائل، لا بإيدي مثلا يكون في بعض الأشياء اللي هي تزيد من وزني. يعني هل المرأة الحامل هي قادرة على سيطرة زيادة الوزن أو لا؟ الأسباب بالغالب لا يمكنها السيطرة على
عليها على بمسألة زيادة الوزن، بس في أسباب مهمة هي بإمكانها تتحكم فيها بكمية أكلها. طبعا جرى العرف بجميع المجتمعاتنا العربية الحامل تأكل عن اثنين، صحيح. للأسف العبارة يعني غير صحيحة. هي المرأة الحامل المفروض أنها تلتزم بالأكل الصحي، تبتعد عن الجانك فود اللي هو البيتزا البرجرز الأشياء اللي هو الأكل الغير صحي يعني، أو حتى الأكلات اللي فيها والحلى والشوكلت والأشياء هذه كمان. يعني هي الأكل اللي تأكله بالنوع وليس بالكمية، لأنه حتى في بعض أنواع الأكل مثلا نتكلم عن المخللات أصلا هي تعمل احتباس سوائل، فعلا فيها موالح، فيها موالح تسوي احتباس بالسوائل. طيب دكتورة، يعني المرأة اللي يزيد وزنها فترة الحمل هذا الشيء ممكن يأثر على تكوين مثلا الجنين حتى على نموه؟ زيادة وزن المرأة الحامل مو بس يأثر على تكوين الجنين، يأثر على الأم نفسها. طبعا حنا بعرف الطب نقسم المضاعفات للأم وللجنين هو في بطن أمه، وكمان بعد الولادة، يعني حتى كمان بعد الولادة ممكن يأثر على الجنين. لو مسكناها التأثير زيادة الوزن على الأم، الأم نفسها ممكن يكون عندها خطر إصابة أكثر بسكر الحمل، أو خطر إصابة بتسمم حمل، ارتفاع الضغط وحدوث زلال بالبولون تب كرامه، حتى كمان تكون اكثر عرضه انه يصير عندها قيصريه، او حتى لو ولدت طبيعي ممكن يصير في اذى او جروح بمخرج الولاده كمان من ناحيه الام، او نزيف ما بعد الولاده كمان. بالنسبه للطفل لا قدر الله، يعني الامهات اللي عندها زياده مهضه مفرطه في اثناء الحمل ممكن يصير وفاه للبيبي في بطن الام بدون علامات سابقه عدا عن زياده وزن البيبي كمان، يعني سابقا حتى كمان لاحقا بعد الولاده البيبي هذا ممكن يدخل العنايه، يحتاج يصير عنده مشاكل باملاح الدم يعني في مستوى السكر واملاح الدم عند البيبي. حتى كمان بالدراسات لقوا في علاقه وثيقه بين زياده الام زياده وزن الام مع الحمل ووفاه الاطفال الرضع، الوفاه المفاجئه للرضع بعد الولاده برضه كمان. ليش لها علاقه؟ ايش الربط بيناتهم دكتوره؟ الربط بينهم مع زياده الوزن، يزيد السكر والانسولين عند الام وتدخل جسم البيبي، فممكن تسوي وفاه مفاجئه للرضع في اول اسبوع بعد الولاده كمان. هل في مثلا سيدات معينين او حالات معينه لهذول السيدات هم الاكثر عرضه للاصابه بزياده الوزن المفرطه؟ جميعها تتعلق بوزن الأم بمرحلة ما قبل الحمل. احنا ما تكلمنا كم الزيادة المعقولة أصلاً؟ شوف الزيادة المعقولة نفس الشيء يعتمد على حسب البي أم آي، مساحة جسمها قبل الحمل. تمام. يعني نسبة بين الوزن والطول تسمى مساحة الجسم البودي سيرفيس أريا بي أم آي. في حريم يكونوا أندر ويت اللي هو دون الوزن الطبيعي ممكن تزيد إلى 25 كيلو بعد يعني مع الحمل، اللي يعتبر طبيعي. أيوه. لو كان وزنها أقل من الطبيعي. أما الناس اللي أوزانهم طبيعي مساحة الجسم تكون طبيعية ممكن يعني إلى 15 كيلو تكون ضمن الطبيعي. الناس اللي عندهم زيادة بالوزن وليس سمنة، لا في فرق بينهم، هم الأوفر ويت عن الأوبيس. اللي عندهم زيادة بالوزن ممكن إلى 11 كيلو أكسبته بالمقبولة. بعض الناس اللي عندهم زيادة بالوزن هم الأوبيس البي أم آي مور ذان 30، الزيادة يقولك إنه مو أكثر من 8 كيلو أثناء الحمل، من 3 إلى 8 كيلو. يعني دائما تصير في مقارنات بين المرأة العربية وبين المرأة الأجنبية في فترة الحمل. يعني يقولك والله المرأة الأجنبية تمارس الرياضة وحتى رياضات أنا الطبيعية ما أقدر أمارسها، بينما المرأة العربية تكون فترة الحمل كلها مثلا ما تتحرك كثير، سلوكها مختلف تماما عن المرأة الأجنبية، ليش؟ شوف أقول لك حاجة، لما تقارني بين المرأة الأجنبية والمرأة العربية أنا أتوقع الأنفير غير عادلة المقارنة بينهم. بشكل عام نتكلم بالأرقام عن اللي هو معدل السمنة أو زيادة الوزن، ترى بحسب اللي هو منظمة الصحة العالمية نسبة الأوفر ويت أو زيادة الوزن بين المملكة العربية السعودية وأمريكا وبالمجتمع الأوروبي نفس الشيء 30%، نفس الأرقام يعني عندنا وعندهم نفس الشيء. بالنسبة لزيادة الوزن لو قارنتي السعودية اللي هو عفوا السمنة بين المملكة العربية السعودية والأمريكا نفس الشيء تقريبا 40%، المجلس الأوروبي ممكن يكون 20%، يعني ما في اختلاف شديد أو تفاوت بين أرقامنا وأرقامهم أساسا بشكل عام. ولو أنت لاحظتي ترى يعني ما شاء الله يعني
جيل الشباب الحالي حولنا بالذات في المجتمعات السعودية وشبابنا صار في نسبة وعي أكبر، يعني حتى من قبل الحمل أو يعني فترة الزواج من قبل الحمل تحافظ على وزنها اللي هو من ناحية الأكل من ناحية الشرب يعني. فأنا ما أتوقع أن الحين يعني ما أنه والله المرة الأجنبية جسمها سمباتيك محافظة على جسمها ورياضاته ما أدري إيش، لا حتى إحنا عندنا كمان في نسبة وعي. ويعني حتى كمان أنا من خلال عملي والخبرة يعني بالعيادات نادرا تجينا انه واحدة حامل ووزنها زيادة، يعني ما عاد صراحة المرضى من النوعية هذه اللي هم اوزانهم عالية ما شفناهم كثير في العيادة يعني موجودين بس اقل من اول. طيب تكلمنا عن تأثير السمنة على الجنين وعلى الام، لكن ما بعد الولادة كيف ممكن هذه الزيادة تأثر على صحة الام؟ بشكل عام الام بعد الولادة ما يعني هي ما بتسوي دايت عشان انها تفقد ايوه يعني ما بتسوي دايت عشان تفقد وزن، هو المهم المطلوب منها الحركة المشي تتحرك الأكل الصحي. بس في الحريم اللي يعني الله يصلحهم اللي زي ما على قولتهم تخربها، هم اللي بصير عندهم صعوبة بأنها تفقد الوزن او يعني ترجع لوزنها ما قبل الولادة. دكتورة ألا نورتينا، نشكر تواجدك معنا وشكرين على الاستضافة، يعطيكم العافية. حياك يا مشاهدينا، خلوني أخذكم لأغرب انتخابات ممكن تسمعون عنها حتى بحياتكم، وهي في قرية إيطالية تعتبر أصغر القرى عندهم، طبعا عدد سكانها تقريبا 46 شخص، والغريب أن في هذه الانتخابات كان مرشح 30 شخص يعني أكثر من ثلث السكان. وفوق هذا أكد رئيس البلدية أنه يواجه تحديات صعبة، خصوصا أنه يغلب على الانتخابات طابع عائلي. يعني غريب الموضوع، يعني كيف هم 46 30 اللي هو انا حكيت بفكر هي في بقعه في الارض بهذه المواصفات، يعني هل في بس هذا العدد موجود؟ معقول او ابغى اروح انتخب نفسي انا كمان هناك، ما ادري يمكن يعني يحالفني النصيب، بس المشكله انه ما عندي ماي فاميلي هناك، يعني هم عندهم جو العيله واكثر يعني يساعدهم في الفوز بالانتخابات، بس غريب الخبر فعلا. يعني انا تحمست اني اروح بس عشان اشوف كيف 46 شخص بس بتعرف عليهم كلهم في يوم واحد. خلينا نروح يا ندى، ولا ايش رايك يعني نجرب؟ ليش نجرب؟ ليش لا يعني الواحد يروح يكتشف. يقول انا جالسه والله تقرا الخبر، انا قاعده بفكر بقول هذول فين، يعني كانهم في عالم مختلف عن العالم اللي احنا فيه. عموما يعني دائما اخبارنا بتكون غريبه ومختلفه، وسبحان الله قد ما نعيش قد ما نشوف. لكن كمان يا ندى يعني كلنا نعرف انه الرجال دائما هم في عالم، والاعمال المنزليه في عالم يعني بعيده عنهم. دائما نقول الاعمال المنزليه هي بالعاده حكر على السيدات اكثر من الرجال، في تعاون لكن تعاون بيكون خفيف. لكن قد شفتي يعني شكل مختلف عن هذا الموضوع، بحيث انه الرجال لا يفضلوا شغل البيت ويقوموا برعايه الاطفال اكثر من غيرهم، ولا تحس انه لا؟ والله انا شفت هذه الحاله يمكن مره واحده مع صاحبتي، زوجها يساعدها ما شاء الله في اعمال البيت، في تربيه البيبي، تعاون ما بينهم. هم كلهم موظفين، فخلاص هم مقسمين بينهم المهام، حتى لدرجه انه احيانا يطبخ يوم عليها ويوم عليه، غسيل الصحون يوم عليه، يعني خلاص صارت عندهم هذه الثقافة اللي احنا نتقاسم مهام يعني العمل. بس انا اشوف اللي يلام على هذا الشيء هي الزوجة، لان هي عودته على انه والله انا خلاص بشيل كل المهام، حتى احيانا تلقينها هي موظفة هو موظف بس ما يساعدها، خلاص مركز انه المهام هي بس عليك انت، والتربية عليك انت، مذاكرة الاطفال انت اللي تذاكري، انت مسؤولة تماما، انا فقط علي الفلوس، وحتى احيانا هي تشارك بالفلوس. ما في اي عدل والله. شوفي لانه ما ادري انا اقول سبحان الله، وهذه نعمه من ربي انه هو اصلا حاطط فينا هذا النوع من المرونه، انه احنا نقدر نعطي اكثر، نقدر نعطي من عاطفتنا، نقدر نهتم، والاهتمام هذا الشيء فطره في السيدات اكثر من الرجال، نقدر نقوم بالرعايه وفوقها نقدر نحقق ذاتنا ونقدر نشتغل. يعني ما بقول انه السيدات افضل من الرجال، لكن يعني هذه سمات الله خالقها في المراه وخالقها في الرجل. لكن ايش الغريب في هذا الموضوع؟ طبعا في دراسة صادمة من جامعة باث البريطانية كشفت عن تغيرات جذرية ينتظرها الإنسان في المستقبل. اسمعي معي هذه التغيرات. يمكن أبرز هذه التغيرات كانت إنه النساء راح يكونوا أكثر تطلعا للعمل وللنجاح في جميع المجالات،
بعكس الرجال اللي راح ينجذبوا أكثر إلى الأعمال المنزلية والاهتمام بالأطفال. إيش رأيك؟ حكتني. غير دنيا دنيا. يا رب يا رب يسلمنا. يعني أنا مو قادر أستوعب إنه الرجل يصير هو يجلس في البيت ويهتم بالأطفال بينما المرأة هي اللي تروح تشتغل. غريب. بس ودي إنه بالعكس نجرب. تقريبا صار كذا الوضع يا ندى. تقريبا أنا ما أبغى أقول أجزم إنه صرنا إحنا كذا. في كثير من الناس صار يقول لك والله طالما إنه مثلا على سبيل المثال واحدة من القصص اللي سمعتها وكانت غريبة. يعني هم الاثنين متزوجين, هي يعني الله أعطاها وظيفة ببوزيشن براتب عالي عكسه, وعندهم مثلا 3 أطفال. فاتناقشوا مع بعض بالتراضي إنه هو يقعد بالبيت ويستقيل من وظيفته وهي الله يديها العافية تقوم تشتغل بالتراضي, يعني مش إنه وعلاقتهم ماشية تمام وكل شيء. فيمكن الظروف أحيانا تحكم, أو مثلا أضطر إنه الرجال يطلع من وظيفته لسبب معين. مستقبل مخيف يا جماعة, والله مستقبل مخيف. يعني ترى الرجل يعني هو مستحيل إنه يحمل أو يولد, فعشان كذا المرأة الأفضل إنه يكون مكانها مثلا انها تهتم في البيت. مو بالضروره يعني, انا اقصد بس لما يكون كلهم موظفين وصار لازم واحد فيهم يستغني عن الوظيفه, انا اشوف من باب اولى انه المرأة تنازل لانه هي طبيعه جسمها اصلا يعني تختلف عن الرجل. هي اللي بتتحمل الحمل والولاده وبتتعب وتضطر انها تجلس فتره في البيت. هي الافضل انها تكون مع اطفالها اول سنتين من حياتها وتقابلهم. فانا اشوف الافضل انه يضحي المرأة. شوفي مرة أتفق معك ندى, يعني أنا دائما أقول من أهم أسباب ارتفاع نسب الطلاق في العالم, ما أتكلم على مستوى السعودية, في العالم هو تبدل الأدوار. ما ينفع الرجال رجال والمرأة مرأة. يعني حتى لو أنه مثلا صار في فرص ويلا وقامت واشتغلت وسوت, لا تتنازلي عن دورك ولا تقومي بدور غيرك. وحتى الرجال لا تتنازل عن دورك كرجل, أنك أنت قائد المركبة, أنت اللي ممكن يعني تكون مصدر الأمان, أنت المظلة للبيت. لأنه خلاص يعني هذه فطرة الله خالقنا فيها, ما يصلح أني أنا أغير من فطرتي عشان التغيرات اللي إحنا قاعدين نعيشها. تحقيق الموازنة جدا مهم. عموما يعني برضو من الأشياء اللي دائما إحنا نحاول نركز عليها ونشوف تأثير العالم حولنا. في كلام لفتني نشره المستشار النفسي الدكتور محمد اليوسف, قال فيها لا تقول إنه فلان عكر لي مزاجي أو فلانة سدت نفسي عن الأكل, لأنه في الآخر المفروض إنه لا أحد يستطيع التحكم في مزاجك إلا أنت, وتأثير الآخرين يبقى محدودا ومؤقتا ما لم تعطي أنت له الأولوية أو حتى تبالغ في أهمية هذا الرأي. مشاعرك تحت تصرفك, فحافظ على هدوءك وسكينتك وراحة بالك بعيدا عن المنغصات. ها يعني أنا أتفق معه تماما. أنا ألاحظ أنه الناس اللي مثلا يقدرون أنهم يتحكمون بنفسهم ما يخلون غيرهم يسيطر عليهم, دول أقوياء جدا. يعني كيف وصل لمرحلة أنه خلاص ما يخلي أي أحد يأثر فيه؟ يعني أعرف ناس حتى على النقيض تماما, ممكن حدث واحد أو موقف واحد في اليوم أو شخص واحد يعكر مثلا على مودة طول اليوم, وتلقين الشخص الثاني عايش حياته مبسوط وأنت اللي متأثر, نفسيتك والقولون والأمور هذه كلها أنت اللي تتعب فيها. فأنت مثلي بعد يا رؤى. أنا للأسف أن مشاعري ما أقدر أتحكم فيها ولا أقدر أضبطها في بعض الأحيان, ولا ما أدري شلون الناس الأقوياء هذا اللي وصلوا لهذه المرحلة كيف قدروا يصيرون أقوياء. هل هي بخبرات؟ هل هو عودوا نفسهم على هذا الشيء أو إيش؟ شوفي يعني أنا أحب هذا الجانب فيها, أحب أني أنا شخص يتأثر بالمحيط وبالظروف المتغيرات والمنغصات. هذا يدل أني أنا إنسان. أنا ما أحب الناس اللي عندها عدم مبالاة تقول لك يعني, ولا أحب أني أرفع من مستوى الفردانية أني أنا شخص مستقل. وأنا ما أدري, أنا شخصياً أشعر أنه الصح أنه يكون عندك مشاعر, الصح أنك تتأثر, الصح يعني, بس خلي التأثير هذا محدود. لو أنا إنسان ما عندي مشاعر, ما عندي عواطف, ما تفاعلت مع الأشياء اللي هي ممكن تأذيني أو يعني تخليني أفكر, أو معناته أنه أنا كيف حكون أنا إنسان؟ ما أعرف يعني. أنا أوكي أخلي تأثيرها محدود, بس ما أقدر أني أنا ما أتأثر كلياً. ما أقدر. لو صارت لي مشكلة في العمل لا حأتأثر, حقعد أفكر فيها إلين لما أصلحها وتنتهي. لو صارت لي مشكلة في البيت ما حقول أنه ما يفرق معايا مثلاً فلان متضايق أو أخذ على خاطر أنه هو زعل من نفسه بكرة يرضى. ما أعرف. أنا أحس أنه وستري يمكن هذه من الأشياء, المفارقات هذه أو الاختلافات اللي بيناتنا حتى نحقق توازن على الأرض.
يعني مثلا انه انا مو زي ندى او ندى مو زي او احنا مختلفين عن بعض، لانه لو انت تشدي وانا اشد او انت عندك لا مبالاه وانا عندي لا مبالاه ما راح تعمر الارض. فلازم يكون في بعضنا عنده الحته هذه لسه القلب يدق والاحساس يعني يكون صاحي والانسان يكون عنده ضمير. فانا من الناس اللي ما احاول ابدا اني اشجع هذا النوع من تعاملاتنا البشريه، بالعكس انا من الناس اللي اقول لازم احنا نحس ببعض. بس للاسف احيانا ممكن يكون شخص يبي يستفزك بس، يعني هو ما عنده اي موضوع الا انه بس يبي يعصبك، يبي يطلع صح أسوأ ما فيك. خلينا نقول الوعي لي دور متى اسمح. عشان كذا كنت اقول لك ايش لازم اني احس، لكن لازم احساسي يكون موزون. ايوه انا في ناس ممكن ازعل وحبط ما ابغى اكل صدت نفسي، طبيعي انا اتحكم في مزاجي إيه؟ بس القصد انه مو معقول انه الناس اللي حولنا اعز صديق عندي اعز صديقه عندي صار بيني وبينها موقف اقول عادي بكره هي ترضى؟ لا لا طبعا، حق العشره، حق المواقف، حق الشعور، حق الاشياء اللي احنا تعودنا انه احنا نسويها مع بعض ما اقدر اقول والله بكيفه هو زعل هو يرضى. لا صح فلان انا اوكي في بعض الاشخاص دائما نقول احنا نتجنبهم، الناس الشكائين البكائين اللي يضايقوك في حياتك ودائما يكونوا شخصيات سلبيه، اي هذول يعني اقول لك ايوه لا هذول طنشيهم ولا تكلميهم ولا تعبريهم ولا ياثروا فيكي. لكن في الاخر الممارسات اليوميه بيناتنا لا بتاثر وتاثر نص. صح، يعني انا لما اتكلم عن الاقوياء كنت اقصد فيهم الناس اللي يقدرون يتحكموا في مشاعرهم عند الناس اللي ما تهمهم. يعني انا للاسف انه اللي يهمني واللي ما يهمني يقدر يعكر مزاجي في لحظه لو سوى تصرف سيء، لكن زي ما قلتي انت العلاقات هي مقاييس. مثلا صديقي يعز علي طبعا اكيد بتاثر فيه، لكن اني انا امشي واتاثر على ناس تسوى وناس ما تسوى لا حرام. يعني لازم احنا نحاول ان نعود نفسنا انه ما نتاثر على اي شخص ونخلي الناس مقامات ونعاملهم على هذا المبدا. صحيح اتفق معك، كلامك حلو يا ندى. يا عمري انت حلوه والله. مشاهدينا فاصل قصير وبعدها نرجع نكمل معاكم. تتفقين معي رؤى أن من أصعب أو أقوى الألم وألم الأسنان اللي يجيك فجأة في نص الليل ما تقدرين حتى تروحين عيادة أسنان ولا تقدرين تسوين شيء، تقدرين تتألمين لين تاخذين موعد. قد صارت معك ولا لا؟ ما جربتي ألم الولادة شكلك. طيب لسه صح أتفق معك. يعني أنا أقول لك على شغلة تصدقي، يعني أنا بالنسبة لي أصلا عيادات الأسنان من أكثر العيادات اللي نفسيا أتعب قبل لا أروح. تمام، يعني حتى أذكر مرة كنت أقول أنا مستعدة أني أولد كل يوم بس ما أروح لدكتور أسنان، يعني عندي فوبيا من هذا الموضوع. ماني صحبة مع دكاترة الأسنان بأمانة. في مثل يقول اللي هو ما في ألم زي ألم الضرس ولا مدري وشو العرس، هو هذا شيء زي كذا. هو عموما يعني شفتي يعني كثر ما ألم الأسنان قوي صار يضرب به المثل في الآخر. إيه فعلا. أنا أذكر مرة واحدة صارت معي، كان عندي التهاب ضرس قبل يمكن 10 سنين أو أكثر، ما نمت الليل لدرجة أني رحت طوارئ، أو مع أني كنت خلاص منظفة السن وكل شيء وحطيت الحشوة وكل شيء تمام، بس أعتقد أنه كان في التهاب في العصب. فبالتالي كان الألم شديد فاضطرت أني أروح طوارئ الساعة 5 الفجر عشان كل الحشوة. فصح ألم الأسنان من أقوى أنواع الألم بالنسبة لي. وفي ناس تخفف بمسمار وأشياء ثانية، وفي ناس تتحمل إلى يصير التهاب. على العموم يا رؤى، يعني خلينا نعرف أكثر عن علاقة ألم الأسنان المفاجئ بالتهاب اللثة، وهل يدل فعلا على أمراض خطيرة؟ مع ضيفتنا عبر سكايب الدكتورة أروى السيد، استشارية جراحة اللثة وزراعة الأسنان. حياك الله معنا دكتورة أروى. أهلا وسهلا، حياكم الله وشكرا على الاستضافة، وكل عام وأنت بخير يا رب. دكتورة، أول شيء نبي نعرف أسباب ألم الأسنان اللي تجي بشكل مفاجئ. طيب قبل ما نتكلم عن ألم الأسنان، لأنه في مشاكل ما تسبب ألم للأسنان. مشاكل الأسنان هي جزئين، إما مشاكل في اللثة والعظم، وهذه مش مؤلمة، بمعنى الجيوب اللثوية ما هي مؤلمة إطلاقا. احنا نعرف انه في مشكله اذا المريض بدا يشتكي نزف، انتفاخ، رائحه في الفم، هنا رحنا للثه.
والتهابات اللثة. الألم اللي تتكلمين عنه هو ألم في السن نفسه، في جذور الأسنان، في أعصاب الأسنان نفسها. يبدأ من تسوس، تم إهمال التسوس، صار التهاب في عصب السن، صار خراج في السن، هنا الألم يجي. حنا نقول هذه نعمة من الله، الألم نعمة، لأنك لو ما حسيتي في هذا الألم ما رحت تتعالجي. يعني إحنا أطباء اللثة نعاني إنه المريض يجيني بمرحلة متطورة جدا لأنه ما في ألم. متى يجيني؟ لما السن يبدأ يتلخلخ. السن إذا بدأ يتحرك انتهينا، إحنا فقدنا أكثر من 50-60% من العظم، هنا علاجه جدا جدا صعب. وأنا أقول دائما رجاء المتابعة الدورية، مش علشان نشوف ألم الأسنان، علشان نشوف إذا في فقدان للعظم أو لا. فقدان العظم مهم جدا لأنه بيفقدك السن، حتى لو كان أحسن سن في الدنيا وأجمل سن وأجمل تركيبة، لو ما في حوله عظم راح، انتهينا. حتى الزرعة لو ما في حولها عظم راح. طيب الألم اللي تتكلمين عنه هو ألم بجذور الأسنان. جميل، احنا حنتكلم عن ألم الأسنان، لكن حتى نشرح للمشاهدين أكثر ايش تقصدي لما تقولي راح العظم، كيف العظم يروح؟ ايوه طبعا هذه معناها التهابات في اللثة. اللثة في حولها العظم، السن في حوله عظم وحوله اللثة. إذا المريض أهمل في تفليش الأسنان، يتكون شيء اسمه الجيوب اللثوية بعمق 3-4-5. كل ما زاد عمق الجيب اللثوي معناه أنك فقدتي عظم، لأنه الجيب اللثوي أو اللثة تحيط بالعظم. إذا انفتحت هذه اللثة معناه أنت سمحتي للعظم أنه يدوب. كيف بدوب العظم؟ بإهمال تفليش الأسنان أو بوجود أمراض زي السكر ما تكون مراقبة. نعم. فذوبان العظم هو عبارة عن جيوب لثوية عميقة، بكتيريا دخلت قامت بإذابة العظم والروابط الداعمة حول السن. هذه ما فيها ألم ترى إطلاقا، ما في ألم ولا يحس المريض، فقط يجيني يشكي رائحة نزف لما أفرش الأسنان. ممكن يهملوها أو يستخدموا مضمضة. زي أنا تجيني أسئلة كثير، دكتورة هل ممكن نعالج التهاب اللثة بمضمضة؟ لا لا، الغسول لا تعالج الالتهاب، لا تعالج الجيوب، لا توقف ذوبان العظم. يجب أنك تروح عند الطبيب المختص لإيقاف ذوبان العظم وتسكير الجيب اللثوي. يجب أن يغلق الجيب اللثوي ما يزيد. يعني اللي 3 نوقفه، اللي 4 نحاول نصلحه، اللي 6 و5 نحاول نرجعه ل3 إذا قدرنا. بعض الأحيان ما نقدر، ما تقدر يكون 12 ملي عمق الجيب، هذا كيف أرجعه ل3؟ كيف السن اللي حب درجة الحركة فيه 2 و3 أقدر أثبته؟ ما أقدر. العظم إذا راح ما يرجع إلا إذا كان مثل ذوبان العظم قليلة 10-20-30%، ممكن نبني عظم. أما تجيني 70-90% بناء والسن يتحرك، ما أقدر أسوي ولا شيء. وأكرر، هذه ما هي مؤلمة ولا تصحيك بالليل ولا وانت تاكل ما تحس بشيء. اللهم إنه والله سني بدأ يتحرك، والله شفت فراغات. هذه أهم شيء. المريض يجي يقول لك والله أنا شفت فراغ، فجأة صار في فراغ بين أسناني. تيجي تقيس الجيب، الجيب اللثوي 10-12، طب فينك من الجيب الطبيعي الاثنين؟ إذا تتكلم من 2-12 10 ملي فقدان عظم، هذه يتحملها المريض. طب عفوا منك دكتور أروى، يعني في كل اللي ما هذا هو سؤالي الحين، لما إذا أي شخص عنده متابعة دورية أو بيروح للدكتور مرتين في السنة على سبيل المثال، هل الطبيب هو اللي يقيس، أو أنا يعني قبل لا تطلع هذه الأعراض عندي كمثلا نزف وقت تفريش الأسنان أو إنه الأسنان تكون متخلخلة، هل الطبيب المفروض هو اللي يعمل هذا القياس؟ نعم. أي. نعم 100% مسؤولية الطبيب. مسؤولية المريض إنه ما يروح للطبيب، إنه يهمل، إنه يجلس سنوات 5-6 سنوات بعدين يفكر يروح، هذه مسؤولية المريض. أما مسؤولية الطبيب، وأنا ما أقول طبيب استشاري، يا أخي أي طبيب عام، فقط عليك تعمل أشعة، تشوف مستوى العظم، وتسأل المريض تفهم منه، وتقيس الجيوب. شغلة حتى أخصائي صحة الفم والأسنان اللي هو ما هو طبيب، اللي يقوم ما شاء الله عليهم يعني بتنظيف الأسنان، هو ممكن يكتشف. يعني أنا يجيني تحويل كثير من أخصائي صحة الفم والأسنان، والله المريض جاء متابعة دورية عشان نزيل الأحجار، ولكن اكتشف إنه في جيوب لثوية، اكتشف إنه في ذوبان العظم، قامت يقوم الأخصائي الصحي في الفم والأسنان يحوله علينا، هنا يبدأ العلاج. لكن لا يكون في مرحلة متأخرة، صعبوه علينا وعلى المريض. وهذه أكرر ما فيها ألم،
اطلاقا. واضح. طيب دكتور، الحين في البعض يقول انه ممكن يكتشف بعض الامراض مثل السكري يعني من خلال الم الاسنان، هل المعلومة صحيحه؟ نعم. او لا؟ 100% 100% بالذات مرضى السكري. وانا دائما احاضر في هذا الموضوع، المريض اللي يجي وتلاحظ انه عنده اكثر من جيب، اكثر من خراج لثوي، يعني ما في عنده فقدان العظم ولكن في خراجات، خراج فوق وخراج هنا، هذا مريض سكر غير مراقب. لا، ممكن يكون مريض سكر مراقب، هنا الامور ثابته. مريض السكري الغير مراقب اللي هو ما يدري عنه، تظهر اعراضه على اللثه اول شيء وليس على الاسنان، يعني ما تسوس الاسنان، يعني ما له دخل تسويس الاسنان. مريض السكر ليه علاقه باللثه مليون بالمئه، مش 100%، لانه زياده السكر في الدم تؤدي الى تفكك او تفتت الالياف في اللثه. الالياف في اللثه هي المسؤوله عن سلامتها، هي المسؤوله عن قوتها، فاذا تفتتت او يعني صار في جيب لثوي، صارت اللثه ضعيفه، الالياف صارت متفرقه او تفتتت الالياف، هنا يسبب خراجات لثويه، هنا يسبب بكتيريا وذوبان زياده في العظم. يعني انا كطبيب ممكن اكتشف انه هذا مريض سكر غير مراقب من اول كشف على اللثه. وما اقول جيوب، اقول خراجات لثويه، يعني عديت الجيب، الخراج اكبر من الجيب، الخراج تجمع صديدي في الجيب، يعني اكثر من الجيب اللثه. هنا هذا مريض سكر. طيب. ممكن جدا نرسل المريض على الاخصائي ويكتشف انه عنده السكر 10 12 15 والمريض ما يدري. طيب دكتوره، يعني واضح انه زياره الطبيب الدوريه او الروتينيه هي افضل واسلم حل، لكن لو تعطينا افضل 3 نصائح حتى نحافظ على صحه الاسنان واللثه، وكمان يعني لو تقولين على بعض الطرق اللي ممكن تخفف من يعني ألم الأسنان. أنا عارفة حتقولي لي نصيحة رقم واحد تزوري الطبيب أول بأول، لكن لو لا قدر الله يعني كان في هذا الألم المفاجئ، إيش هي أفضل طريقة لتسكين الألم؟ خلينا نبدأ بإيش دور المراجع، لا نقول مريض، خلينا نقول مراجع، يعني إنسان سليم. أولاً تبدأ من الداخل، يكون دائماً يعمل فحوصات، تحاليل، ما عنده أي نقص في فيتامين دي. تخيلي نقص فيتامين دي يؤدي إلى ذوبان في العظم، طبعا مع وجود بكتيريا، يعني يعمل تحليل يشوف هل عنده نقص فيتامين دي، ياخذ مكملات فيتامين دي، هل عنده نقص فيتامين سي، هل عنده كالسيوم، هل عنده بالمغنيسيوم، هل عنده بالزنك. كل هذه الامور يجب انها تراقب، يعني لا يجي مريض كل المعادن عنده مضروبه ويقول لك والله انا عندي مشاكل في الاسنان. لا، تبدا من الداخل، من الداخل، غذاء سليم، كشوفات، نخلي المعادن ونسبتها كلها سليمة في الجسم ومتوازنة، سواء بالغذاء الطبيعي أو بمكملات الأدوية. طيب. ما تفرق. هذا واحد، إذن حياة سليمة وصحة سليمة. واحد. اثنين، المريض، التنظيف الدوري، التنظيف اليومي الصحيح، أنا ما أقول الخاطئ. أيه. التنظيف اليومي الصحيح ممكن يكتشف لك أنه عندك تسوس أو عندك التهاب لثوي. كيف؟ التسوس تلاقي الأسنان تلمع عليه، ما تقدر تحط الموية عليها، الفرشاة إذا جت جنب السوسة ما تقدر تتحملها. أوكي؟ هذه أول علامة. طيب أكل، من الأكل ممكن أنا أكل بارد حار، والله السن يلمني، راسي ماني قادر أتحمل. عندك مشكلة بأسنانك، مش باللثة، بالأسنان. الألم من الحار، من البارد، من المضغ، اللي يصحيك بالليل، هذه أسنان. إذا يمن عندك تسوسات عميقة وصلت للجذر، وصلت للجذر عشان انت تحس فيها، معناه انها جالسة تصقع في الجذر، انتهينا. طيب عفوا منك دكتورة أروى، يعني مش أنا قاعدة بقاطعك لأن الوقت شوية قاعد يداهمنا، لأصحاب مرضى السكر يعني في حال وصل التآكل في اللثة، ايش طريقة العلاج لها؟ لأنه الكثير يعاني، مثلا الطبيب أحيانا يرفض العلاج، يقول لازم أول شيء تنزل مثلا التراكمي، أو حتى في بعض مرضى القلب ما يقدروا هم يخلعوا أسنانهم. بس معلش في هذا السؤال خلينا نركز على مرضى السكر، ايش هي طريقة علاج تآكل اللثة؟ أول شيء تنظيف الأسنان، تنظيف، نشيل، نعالج الجيوب اللثوية، لها علاج جراحي أو لا جراحي،
تنظيف الاسنان. انا ما اقول لك انه السن اللي حركته بسيطه اخلعه وارميه، لا، احنا ما راح نوصل ان شاء الله لهالدرجه الا اذا غلبت الروم. يعني مره كانت الحركه كبير، هنا لازم ينشال. حتى مريض السكر ما انتظر لما يراقب السكر، لا، انا ابدا بالعلاج مع طبيبه، احنا اثنين مع بعض. يعني مش اخلي الجيوب 5 و6 الين السكر عنده ينتظم، يمكن ياخذ اشهر لما ينتظم السكر، بالذات اذا كان النسبه عاليه. ما هي بليلة وضحاها، انا ما اجي انتظر لما تراقب السكر بعدين اعالجك، غلط. انا ابدا بالعلاج من الاول مع طبيبه، يعني لا انا اعالجه لحالي ولا طبيبه يعالجه لحاله، احنا الاثنين مع بعض. صحيح. لكن مهم جدا جدا انه ما يكون في اي تراكمات لثويه، اي جيوب، اي خراجات في الاسنان، ضروري جدا، لانه العلم وهذا ما توصل له الابحاث القديمه. نعم. انه ممكن المريض يصير عنده سكر من امراض اللثه. واو. بمعنى الجيوب اللثويه، انا ممكن اكون ما عندي سكر وعندي جيوب لثويه، ممكن تؤدي الى ارتفاع نسبه السكر في الدم، والعكس صحيح. واو. ممكن مريض السكر يؤدي الى جيوب لثويه. اذا نتزامن معا، نعمل مع بعض انا وطبيبه. واضح. ننظف انا وياه وطبيبه، احنا الثلاثه نشتغل مع بعض لين نوصل لحل للمشكله. احنا الثلاثه، هو هرم ما هي على واحد. المراجع، وانا اقول مراجع لانه ما هو مريض، هو مراجع. المراجع طبيب الاسنان، الطبيب الصحه العامه، هنا ما ممكن تتطور ونوصل لخلع. واضح واضح. اكيد نشكر وقتك ومداخلتك معنا اليوم دكتور اروى سيد، استشاريه جراحه اللثه وزراعه الاسنان، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا بعد الفاصل، كيف نتجنب هدر الوقت في العلاقات العاطفيه؟ مين فينا ما يحب العطور عموما؟ يعني احنا يا ندى كشعب سعودي ذويق ويعشق العطور ويعشق الروائح الحلوه الطيبه، وهذا الشيء ندى اللي خلانا نشوف انه في ارتفاع ملحوظ في اسعار العطور. طبعا اصحاب البراندات عندهم اسبابهم وراح يقولوا لنا وش هي الاسباب، لكن ابغى اسالك في البدايه، ايش يعني طريقتك لما تختاري عطر او تروحي تشتري عطر؟ شوفي، انا مو مره فنانه باختيار العطور، بس احب العطر اللي يكون هادي، ما يزعجني ولا يزعج غيري، لانه في شيء اسمه فن اختيار العطور. تاكد انه حتى ما يزعج غيري. اتكيت. اي والله اتكيت، لانه بعض الرجال الله يهديهم عطوراتهم مره قويه لدرجه انها تزعجني لما يمر من عندي، وحتى يكون احيانا نهار، تخيلي، فهذا الشيء يضايقني. فحاول انك تختار العطر اللي ما يضايق غيرك، حتى مو بس على نفسك. بس انا ما عندي مثلا براند معين احبه، كل فتره وفتره اجدد، كل فتره وفتره اغير. عموما طبعا طريقة اختيار العطور هذا عالم ثاني، وفي كثير من التفاصيل، وعلى قولك احيانا في عطر يكون جميل يعني يناسبني ما يناسبك والعكس. عموما طبعا بما انه احنا دخلنا على فصل الصيف تحديدا، فبالفعل احنا بحاجة انه نعرف كيف نختار العطور وايش هي ابرز العطور الصيفية وكثير من التفاصيل حنتكلم عنها بالتفصيل مع طبعا ضيفنا في الاستديو إيهاب الجاسر، خبير وصانع عطور. أهلا وسهلا بك، حياك الله أستاذ إيهاب، نورتنا. أخيرا يعطيك العافية. أهلا وسهلا. يعني لما نتكلم عن العطور الصيفية، إيش هي العطور الصيفية أو إيش أهم التركيبات الموجودة في العطور الصيفية؟ أولا خلينا نعرف إيش الكونسبت وإيش الفكرة من أنه وجود عطور صيفية وعطور شتوية. ممتاز. في الصيف العطور الصيفية غالبا تنتمي إلى زيوت عطرية تكون خفيفة، ثباتها يكون خفيف، لأنه العطور لما بتكون على الجسم بيكون وتكون عطور يعني ثقيلة وثباتها عالي، في الغالب تمتزج مع روائح الجسم، والجسم في الصيف يفرز إفرازات، فتبدأ رائحة الجسم تصير ما هي جيدة يعني، أو العطر تصير رائحته ما هي جيدة، والعطر أساساً منتج حساس جداً، أي شيء يدخل عليه يغير في رائحته. فالعطور الصيفية تكون خفيفة، ثباتها قليل وفوحانها عالي وبسرعه بتطير، يعني بحيث انه انت تجدد ريحه عطرك بشكل دائم. ممتاز. اي فهذه الفكره من عطور صيفيه تكون خفيفه، تكون فيها تنتمي الى الحمضيات، الى الزهور، الحاجات الخفيفه، ما تكون حاجات اللافندر، ما تكون حاجات اللي فيها تركيزها عالي مثل العود والعنبر والامساك السوداء والخشبيات وهذه الحاجات. طيب ايهاب، احيانا ممكن انا ادخل المحل
وارش مثلا العطر واشم ريحته وتناسبني كل شيء تمام واخذه، بعد ما اطلع كذا بساعه تبرد وتختلف الريحه تماما، ليش؟ العطور اساسا لما يتم تركيب العطر يركب على ثلاث طبقات، حاجه تسمى التب نوت اللي هي الروائح الفواحه اللي في بدايه العطر تكون فيها زيوت خفيفه، بعدين يجي الميدل او القلب حق العطر او الهارت حق العطر تكون هذه الرائحه اللي تشمها بعد خمس دقائق خلينا نقول. في رائحه البيس القاعده حق العطر اللي تكون الحاجات الثابته جدا يعني الاساس خلاص اللي حيثبت عليها العطر. والتب نوت هذه يعني هذه يقولون فيها لعبه معلم العطار لما يبدا يشتغل عليها، لانه هي الفيرست امبريشن لما انت تكون في المحل غالبا انت تكون في السوق تتسوق بسرعه، ما انت مضطر انك تجلس فتره طويله عشان تشم العطر وكذا والى اخره. فهذه لعبه معلم من اللي يشتغل على التب نوت بشكل بحيث انه تجذب العميل بشكل جيد، وانه تجذبه بحيث انه يعني هي اللي تبيع بشكل عام. طيب يعني كخبير ومصمم عطور إيهاب، انا والله ما دايما ليش تحب اناديك؟ انا ما اقول مصمم عطور لانه شو بعض الناس عندهم هاللبس في موضوع تصميم العطور. مصمم العطور غالبا شخص يكون هو اللي يشتغل في تصميم العطر فقط. تمام. انا ابعد من كذا، يعني انا ماني مصمم عطور يعني، بس انه اوكي افهم فيها واعرف في تصميمها واعرف في كذا. واحيانا لي اجتهادات، بس ما في مصممين شغالين في شركات مختصه في ابتكار الروائح. طيب يعني كخبير صانع عطور. صانع عطور. طيب أوكي. كصانع عطور ابغى اسالك ايش هو افضل وقت ان الواحد ينزل يشتري فيها عطور، وخصوصا لما نتكلم عن الحين تنوع المنصات، الناس صاروا بيشتروا عطور حتى عن طريق الانترنت. والله شوف، هو فعليا هو وقت احتياجك للعطر، وقت ما انت تكون محتاج انك تشتري عطر حتروح يعني هو الوقت المناسب المثالي. ما يحدث الان في السوشيال ميديا والترويج بشكل مخيف للعطور الى ان يصل مرحله يعني مستهلك. يبتذل. ايش رايك في الناس اللي يسوقوا العطور حقيقي؟ يعني هل ممكن الواحد يقتنع انه يشتري عطر عشان مثلا شفت احد من المشاهير يقول لي الريحه خيال تحفه يا بنات؟ هذه المصطلحات هذه المصطلحات لا تمت للعطر بصله. أيوه. يعني انا عندي قناعه انه جميع العطور جميله. جميع العطور جميله، ولو افترضنا انه فيه أسوأ عطر في العالم هو جميل في الاخر، على الاقل حيكون ناسب الشخص اللي صممه، فهذا أسوأ عطر في العالم. فما في عطر مو حلو، لكن بعض الناس طبعا لانه هي اعلانات مدفوعه فهو لابد يقول ذا الكلام. فعليا طريقه الوصف العطر الحقيقيه ما هي موجوده عندنا. يعني العطر في النهايه يعطيك ايحاء، اذا انت لجأت الى المواد الاوليه المركبه للعطر فغالبيه الناس ما يعرفون. لما اجي اقول لك والله فيتافير، انت وش عرفك بريحه الفيتافير؟ ما نعرف. لما اقول لك والله مسك الروم، بعض الناس على باله مسك الروم هو مسك، لا هي ورد اسمها مسك الروم. صحيح. ففي في في يعني لما اسمي لك مسميات انت ما بتفهمها، ما بتعرفها. ولو جيت قلت لك والله حلو اجمل عطر، وش حلو اجمل عطر؟ ما يعطيني اي ايحاء. لابد تعطيني الايحاء الحقيقي للعطر. يعني وش قاعد يعطيني؟ اشبهه بالسماء، بالبحر، بالبيبي، برائحه معينه مثلا، ريحه بودره بالضبط. انا مثلا لما يقولوا الان مثلا، انا ما احب ذا المصطلح، يقول لك ريحه نظافه، انا ما احب ذا المصطلح عموما، لانه دائما يعطيني ايحاء الى انه هو رائحه منظفات. تمام. لكن انا افهم واستوعب انهم يقصدون رائحه الانتعاش، البودريه تبع ريحه الطفل تو كذا، انا افهمها. فهذا الى حد ما يعطيني ذا الايحاء، لكن ما اقول لك عطر حلو اجمل عطر غير صحيح. تمام. طبعا في ناس برضو وصلوا الى مرحله متقدمه من الـ من الـ من الوصف يعني اللي فعليا في استخفاف، انا اعتقد في عقول الناس بنشوف العجب. يقول لك والله هذا العطر مع رائحه مع مناسب للبرج الفلاني. بالغ. يعني ما عليه، يعني كمون، يعني وش المنطق، وش الربط بالموضوع؟ في امور يعني في امور احنا لا فيها طرق تسويقيه بس عشان يجذبون. لا بس هذا ابتذال في التسويق. يعني عارف يعني الاشكاليه وين؟ انه في ناس تصدق هذا الكلام. صح. في طبعا ناس يلجؤون الى، وهذا برضو مؤشر ما هو صحي في سوق العطور، لما الناس تبدا تربط والله اشتر العطر وحتحصل على كذا، فيصبح المسبب لشراء العطر مو جمال العطر او حبك لهذا العطر او يعني قرب رائحه العطر لك، انه هو السبب الاخر، انه والله الجائزه او كذا والى اخره. هذه الاسباب يعني بالنسبه لي يعني
يعني مزعجة بالنسبة لنا، إضافة إلى الخصومات الكثيرة اللي تضر بالسوق بشكل عام. لأنه في شغلة مرة مهمة، يعني اليوم في مسألة تسعير العطور، ما هو صحيح أنك تشتري في مو في العطور بس، في كل منتج، أن منتج يكلفك ريال تبيعه بريال أنت ربحان، لا ما هو صحيح. في أشياء كثيرة تدخل في تفاصيل العطور، فأنت لما توصل التنافسية من يخصم أكثر، فأنت حتصل إلى مرحلة أنه أنت صح. طيب إيهاب، اليوم نشوف السوق مليان ببزنس العطورات، خصوصا لو تجي عند اي سعودي تقول له وش المشروع اللي تشتغل فيه، ويقول لك والله براند عطور. طيب الحين لما يكون السوق مليان هالقد، هذا الشيء ممكن يخسر اصحاب العطور، فانت لما واحد يجي يستشيرك تقول له هذا مشروع يعني فاشل او انك تفهم الناس. انا والله دائما لما احد يسالني انا انصح انه ما يدخل. ليش؟ مو لانه انا ما ابغى احد ينافسني، بالعكس اتمنى اي براند سعودي انه يدخل وينجح، وبالعكس هذا يعني بالنسبة لي أي نجاح أي سعودي هو نجاح لي، لأنه مو لأنه هذه مثالية، لا ما أنا مثالي أنا، بس لأنه أي نجاح أي براند سعودي معناها أنه حينعكس علينا إحنا كسعوديين أنه في براندات سعودية ناجحة. لكن اللي قاعد يحصل اليوم، في ناس قاعد تدخل ما تعرف فعليا ABCD في صناعة العطور. أضعف الإيمان هو ما شم العطور على الأقل المنافسين له، البراندات المحلية، فما يعرف أساسا وش اللي ينجح من اللي ما ينجح. وكثير في الفترة، خلينا أنا الآن عمرنا في السوق 7 سنوات، في 7 سنوات كثير شفتهم دخلوا وطلعوا، وناس صحيح. خسروا وناس يجون يشممون عطور، ليش أنا ما قادر أبيع؟ شم عطره أساساً هو مقلد على عطر كذا وكذا 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 وكذا، مقلد على كذا كذا كذا. تيجي تتكلم كمان، العطر ما هو رائحة فقط اليوم، نهائياً ما هو رائحة فقط، العطر برزنتيشن كامل. يعني في كثير من العطور نحن ما نعرف اسمها، بس انه والله نعرف شكل الزجاجه، طريقه الكتابه صحيح كذا صحيح. فهو برزنتيشن كامل. بعض الناس او اغلب الناس ما يعون هذه الامور صحيح. ما يعون هذه الامور، بالاضافه الى اليوم دخل علينا يعني في السوق شيء مزعج صراحه، اللي هم ما يعني انا يزعجني هذا الشيء، انه ما يسمى يعني العطور المحاكيه العطور الاصليه. بمعنى لا، طب اشرح لنا للمشاهدين. يعني عطر يقول لك والله هذا العطر تقليد لهذا العطر الاصلي، نفس ريحه اكس من العطور بالضبط يعني. وبس بسعر اقل. طب انا ما ابغى ادخل في جوده العطر وكذا، ما ابغى ادخل فيها، لانه انا في النهايه يعني ما هو من حقي اني اتكلم عليها، بس انه اتكلم انه هذا الموضوع كمان حتى من الجهه الحكوميه، يفترض الجهات الرسميه عندنا كهيئه حقوق الحمايه الفكريه يفترض انه تنظر في هذا الموضوع بشكل جدي يعني. طيب كيف يعني، بما انك خبير في هذا المجال، إيهاب الجاسر خلاص طيب أي، فأبغى أسألك إيهاب، كيف ممكن تحافظ على استمرارية مكانة الاسم للبراند؟ يعني أول حاجة أنت لابد أنه أول حاجة يفترض أنه أنت تحافظ على قيمة اسمك من خلال ابتكار روائح الجميلة، من خلال تواجدك ومحافظة على اسمك، ما يكون عطرك مثلا ندخل في كل الحكاية السوالف اللي دخلنا فيها قبل شوي تكلمنا فيها، انه تقلل قيمة عطرك، بحيث انه والله انا ما اشتري عطري الا مقابل هدية معينة. نعم. الخصومات الكثيرة اللي ممكن تضرك ماديا وتضر حتى اسمك. يعني بعض البراندات تشوفك تحس انه جاهز هذا الانطلاق، انه يكون فجأة ينزلك قيمة العطر بشكل مبتذل، ولا ادخل انا في هذه السكة. قد يمكن لو اكون انا مكانهم وتحت الظروف اللي هم فيه، يمكن أصل لمرحلة أني أبيع بالأسعار الرخيصة هذه لأمور مادية ما أعرفها أنا. بس أنه لابد تحافظ على قيمتك من خلال تواجدك في أي مكان تدخل، ما تنزل والله مثلا في معار في أماكن والله تنوجد جنبك مطاعم برجر ومطاعم شاورما مو تقيلا فيهم، بس أنه يفترض أنه أنت تحافظ على الإيمج بشكل كامل. أي واضح. فهذا الموضوع مرة مهم. إيهاب الجاسر نورتنا، شكرا لتواجدك معنا اليوم. الله يحفظكم، شكرا. مشاهدينا فاصل قصير وبعدها نرجع نكمل.
علاقة الصداقة من العلاقات اللي لازم يكون فيها ترابط كبير بين الشخصين عشان تكون ناجحة ومستمرة. يمكن في كثير أصدقاء يكونوا مختلفين عن بعض، صفات أطباع، لكنهم متفاهمين، قلوبهم مع بعض وزي العسل حتى لو في خلافات ومشاكل تمر عليهم. خليني بسألك يا رؤى، أنت كيف تختارين صديقك المناسب لك؟ شوفي، أنا أقول سبحان الله، هي المواقف اللي تحول هذا الشخص من معرفة إلى صديق. يعني ما عندي مواصفات ومعايير معينة، لكن دائما أحاول أنتقي الناس اللي أعرف فيهم صفات أو خصال حلوة كثير. يعني مثلا أقدر أستأمنه على سري، على نفسي، أعرف هذا إنسان ما يغار، يعني ما يغار مني، ممكن إنه هو يضيف لي. يعني صحيح إنه إحنا دائما نقول لازم الواحد يكون كامل بنفسه، صحيح، لكن بطبيعة الحال يعني إحنا كبشر دائما نأخذ الصفات الحلوة من الناس اللي حولنا. في ناس اللي تحسيهم ممكن يكونوا مؤذيين بشكل غير مباشر كمان، أنا أحاول أن أتجنبهم، ما يكونوا أصدقاء بالنسبة لي. فأقول سبحان الله، طالما أنه يعني العمر هذا بيمشي، إحنا معاييرنا تختلف لكن مبادئنا هي اللي تكون يعني ثابتة وراسخة. أنت قولي لي. بس أنا ودي أسألك سؤال قبل ما أقول لك، أنت تحطين أصدقائك تحت الاختبارات عشان يكون صديق مفضل عندك ولا لا؟ الحياة كفيلة تحطهم تحت الاختبارات، أنا شخصياً ما أحطهم تحت اختبارات بصراحة، لأنه يعني تعرف مثلاً تمري في مراحل مرض، ضعف، حاجة، أي شيء، ففي ناس يعني ما يبغوا من وراك شيء بس هم دائماً يكونوا محبين، داعمين، يكونوا حولك، يبغوا يشوفوك كويسة. هذه المشاعر الطيبة حتى لو كانت تنقطع هذه العلاقات مدة مثلاً شهر، شهرين، ثلاثة، لما ترجع تحكي معاه كأنك كنت معاهم أمس، فهذه اللي أحس هي الصداقات بصراحة اللي تستحق إنه الواحد يحافظ عليها. وأنت؟ يعني أنا أغلب صداقاتي تدرين يختلفون عني تماماً بالصفات، بالمبادئ. يعني أنا لو أقول لك أقرب صديقاتي اللي مرة تخيل تكون هي منقبة من فوق لتحت على عكس أنا، عرفتي؟ بس ما عمرنا تناقشنا في هذا الموضوع، أو واحدة أبدت رأيها، خلاص أنا متقبلتك زي ما أنت وأنت متقبلتني زي ما أنا. فأنا أحب هذا النوع من الصداقة، وأحب الاختلاف. الاختلاف مرة ممتع، لما تكون هي مرة جريئة وأنا شوي يعني خجولة، فتحسين مكملين البعض. هذه اللي تضبطك، تقول لك يلا تعالي تجرئك شوي. فأحب هذا الاختلاف مرة، الاختلاف ترى يخليكم تستمرون، تخلي العلاقة جدا ناجحة، سواء بالصداقة أو حتى في الزواج وغيرها من العلاقات. صحيح. خلينا يا رؤى نطلع مع زميلنا مبارك الكويكي اللي سأل الناس مين هو الصديق المناسب لك. حياكم الله مشاهدينا من جديد في فقرة قول رأي. كثير منا عنده أصدقاء، ولكن إيش هو الصديق المناسب لك؟ هل هو العصبي، الفلاوي، الهادي، راعي الكورة، راعي السيارات؟ خلونا بعض نشوف اليوم أبرز الإجابات. طيب علمني مين الصديق المناسب لك؟ هذا. اي وش الجو العام له؟ عصبي، ضحوك، هادي، كل انواع الطقوس اللي بلحق. كل يوم شكل، كل يوم حرب. لا والله صدق، والله اليوم وش الجو العام له؟ اليوم الجو له طال عمرك حق اكل. انا اشوف انه هادي والله. لا اكل، جيعان. الرجال قاعد يصور لانه جيعان. واذا اكل اعوذ بالله، وما تبيه؟ تبي ضحك، تبي هستره، تبي مصارعه، اللي انت تبيه. ابد ولا دعمي. ليش؟ وش مواصفاته؟ أنا طبعاً بيكون قريب لي يعني، بمزح، بأمون عليه. إحنا نبغى الجو العام له، يعني يكون ضحوك، مزوح، راعي فزعة، كلها هو موجود فيه، جامعها كلها. هادي طيب هو؟ يعني هادي أحد واثنين بس. ها؟ يعني لا أحد واثنين بس هادي. أيوه أيوه. الباقي الأيام لازم يكون فيها شوي. معلمني مين الصديق المناسب لك؟ والله الصديق المناسب لي اللي على جوي. إي كيف؟ يعني اليوم ضحك ضحك، ما يجيك يوم معصب، يوم مو بمزاجي. يعني لازم يفهمك. يفهمك وتفهمه. طيب علميني وش مواصفات الصديقة المناسبة لك؟ والله صراحة مواصفات لا تعد ولا تحصى، لكن أهم شيء في الصداقة الوفاء والمحبة وسعة الصدر، وهالأشياء كلها أشوفها في صاحبتي المفروض يحطها معنا في المشاركة. هي موجودة معنا، يعطيك العافية. موجودة من وراء الكاميرا. الصديق المناسب اللي ينصحك، اللي ينصحك بالخير ويبعد عنك الشر. صديق النادي والله. هذا تحبه؟ إي. يلطم وجبات كل شيء، يجهز لك التمارين. صحيح. الله يرضى عليك. الله يسلمك. يا هلا. يعني دائما نقول انه صاحب ساحب، وشفنا قبل شوي في بعض اللي يقول لك النادي واللي يقول لك صاحبتي الفله. صحك
اللي ينصحني من صديقاتي اذا طلبتها. اذا طلبت النصيحه فاكيد اني انا بتقبلها، لكن اذا ما طلبتها ما احب النصايح. طب انت بالعاده ما تطلبي نصايح من احد ولا؟ احيانا احتاج، عرفتي اذا كنت مثلا بمر في بدخل على مشروع جديد بسوي شيء جديد، طلبت النصيحه تقدميها لي، ما طلبت اسكتي احسن. انا من الناس اللي بصراحه يعني حتى كنت اقول لك قبل شوي احنا قاعدين نسمع طبعا ضيوف مبارك، كنت اقول لو يجي احد ينصحني من عنده لعنده ما اتقبل، ممكن تنتهي العلاقه. لانه شوفي اقول لك على شغله ندى، يعني احنا كائنات طيب عندنا الصح وعندنا الخطا، ترى في جانب خطا فيه انا مبسوطه فيه، انا ابغى هذا الخطا، ما ابغى اعدله، ما ابغى اقوم هذا الخطا صح، بس يعني اذا كان في شيء مره كبير ممكن انه هو يكون فعلا مؤذي، اسمح للناس المقربين انهم ينبهوني، فقط ينبهوني بس لا ينصحوني زياده عن اللزوم. لان كل احد فينا في الصح وفي الخطا، بروح صلح اخطائكم بعدين تعالوا تكلموا عن اخطائي على سبيل المثال. مقياس الخطا يختلف من شخص لشخص، ممكن انت ما تشوفينه خطا وهي تشوفه خطا، لكن اذا كان مره شيء كبير ممكن ياذيني بالضبط. والحمد لله انه احنا بصراحه يعني اهالينا حولنا في الاخر، يعني يمكن اقرب الناس اللي ممكن يقولوا لك اي او لا او هذا صح او هذا خطا الناس اللي حولك من الدرجه الاولى كاهل يعني. اكيد طبعا. خليني رؤى والمشاهدين نطلع فاصل، وبعدها الم الاسنان المفاجئ وعلاقته بالتهاب اللثه والكشف عن الامراض الخطيره. ندى في البداية أبغى أسألك، يعني هل في أحد حولك من صديقاتك أو من قرايبك مثلا كان في وقت خطوبة لك كانت المدة طويلة والله ما كتب وانفصلوا، أو مثلا أنت تحسي أنه من الناس اللي تعتقدي أنه فترة الخطوبة كل ما طالت ممكن أنها تنتهي بدون زواج، كيف تشوفي هذا الموضوع من ناحيتك؟ هو بصراحة ما مرت علي حالات زي كذا، ولكن أنا ضد أن فترة الخطوبة أو حتى الملكة تكون أكثر من 3 شهور. يعني 3 شهور أشوف أنها كافية أني أنا أتعرف عليه، أعرف شخصيتي، أعرف شخصيتي، نتفق على أشياء كثيرة، نتفق على مين اللي يتحمل مسؤولية معينة، كيف وين نسكن، كل شيء نتفق عليه فترة 3 شهور. أكثر من 3 شهور راح تسبب مشاكل، راح تسبب حتى تباعد ونفور، وانا اشوف انها فتره جدا طويله. فعلا وبرود. فعلا عموما يعني هذا الموضوع تحديدا لما نجي نتكلم عن موضوع العلاقات بنعرف انه هو موضوع جدا معقد ونحتاج وقت زي ما بنقول حتى نتعرف على الطرف الثاني، وفي نفس الوقت يعني هذه 3 شهور او 4 شهور مهما كانت المده انا كيف استغلها بطريقه صحيحه بحيث اني ابين طبايعي واعرف طبايع الطرف الثاني من غير ما انها تكون هي مجرد اني انا اطلع احسن ما عندي وهو يطلع احسن ما عنده. عموما لانه كنا بنقول هذا الموضوع معقد حنتكلم عن هدر الوقت في العلاقات العاطفيه مع ضيفنا عبر سكايب الدكتور عواد الذايدي استشاري طب الاسره والمجتمع. اهلا وسهلا بك دكتور عواد وحياك الله منورنا اليوم. قبل اهلا وسهلا قبل ندخل في التفاصيل خليني كده اقرا لك تغريده سريعه وحابه اسمع رايك فيها. التغريده تقول طبعا للمعالج النفسي عبد الحكيم اليوسف اللي قال فيها انه كثير تجي حالات في العيادات لناس يكونوا متاذيين من العلاقه، للناس اللي يقول لك احنا خلينا نتعرف على بعض ونشوف هل احنا ننفع نكون ازواج او لا، وبعد مرور وقت من اللقاءات والكلام وغيرها تنتهي هذه العلاقة بسبب أعذار تعتبر واهية. فكان نصيحته أنه للتعارف لازم تكون المدة قصيرة مقننة وتكون بطريقة رسمية. إيش تعليقك؟ والله أتفق بشكل كبير، طبعا بشكل كبير أتفق في النقطة هذه. شوف ترى الموضوع يعني ما نقدر إحنا نطلقه على إطلاقه كذا يعني. نعم. حسب المنطقة، حسب عادات أهل المنطقة، حسب العرف اللي داير عندهم. هذه كلها أشياء يعني كلها لها دور في الموضوع وتحكم. يعني الموضوع صحيح. ترى أيوه. طبعا هو كوفاكترز، مجموعة عوامل، ما هو عامل واحد. أنا أقدر أطلق على الجميع. هل معقول أني أنا أطلق مثلا شيء في أمريكا زي ما أطلق شيء في السعودية؟ أكيد لا. السعودية نفسها هل شيء بطلقه هنا في الشمال زي ما اطلقه في جده ولا في الرياض ولا في الشرقيه ولا في الجنوب؟ طبعا لا. العادات تختلف، الاطباع تختلف، التوقعات تختلف من الطرفين، الطموح، مستوى الرضا يختلف.
يعني اللي عايشة كبنت مثلا، عايشة في بيئة مثلا عندها نسبة حرية نعطي مثلا 90% مثلا، تمام، ما اعتقد انها بترضى ب 20% مع شخص هو يعتبر بالنسبة غريب لها، على اساس انا برضى بحرية 20% وانا كنت ب 90% علشان ايش مثلا؟ على العكس النقيض، لو كانت وحدة عايشة في بيئة ترى انه مثلا هنا لا مستوى الحرية اكثر، طبعا انا تكلمت على جزء واحد من صحيح. اللي هو مستوى الحرية يعني نتكلم على مستوى الرضا، مستوى القبول، مستوى المعاشرة، مستوى العاطفة، أشياء كثير، أشياء كثير يعني. فالموضوع ترى ما هو بسيط وصعب إن بنحكم عليه يعني بإيه أو لا أبداً. طيب لو بنرجع للأسباب، كونك أنت مختص يعني نبي نعرف رأيك فيها، ليش بعض الطرفين أو واحد من الطرفين يماطل في هذا الموضوع؟ خلينا نأخذها من ناحية وجهة نظر النساء وبرضو للرجال، ليش يماطلون؟ شوفي نبدأ بالنساء مثلاً، ladies first على قولتهم. البنت لما تماطل لأن البنت دائما هي الخاسر الأكبر في لو انتهى الموضوع يعني هو مو مماطلة أكثر من أنه بتأكد من أنه مثلا أن الشخص هذا يناسبني. طبعا نرجع ونقول على مستوى الفكر، على مستوى الأشياء كثير يعني. في بعضهم لا بالعكس يعني ممكن تقول لا خليني أمسك الرجال قبل لا يطير على قولتهم. صحيح هذا الواقع. وفي جزء مثل ما قلتك يعني اللي شايفه وعارفه ومار عليها تجارب او انه يعني مستوى المعيشه اللي حولهم يعني تكون متفتحه شوي، تقول بتاكد من الشخص هذا هل هو يناسبني ولا لا، لان انا ممكن بكره ارتبط في ارتباط رسمي وفي الاخير بنفصل وبسمى مطلقه عند المجتمع. نزعل، نرضى، نتفق، نختلف، مطلقه اسم مزعج للبنت ايا كان. طيب على مستوى الرجال، نعم على مستوى الرجال يعني ممكن الخسائر تكون أقل عند الرجل. إيش أسباب المماطلة دكتور؟ ليش أحيانا الرجل يتهرب من فكرة الزواج؟ يكون في علاقة 3 سنين هو مبسوط، بس لما يجي حد الزواج يقول لك لا أنا مو مستعد. تمام. طبعا إحنا لما نتكلم على الشيء اللي ما هو رسمي صريح يعني ما في واضح خطبة صريحة من بين العائلتين، وهذا إعرافنا وتقاليدنا يعني. لا يجيني من واحد يقول انا مسؤول عن نفسي وانت مسؤول، انت مسؤول عن نفسك وانا مسؤول عن نفسي، لكن في اعراف وتقاليد. صحيح. حتى عند الغرب والاجانب لما يجي واحد يخطب لحاله يعني يستنكرون ليش جاي لحالك يعني. فلما يكون شيء رسمي او مو رسمي يعني مجرد اتفاق بين الطرفين، قد يكونون الزملاء عمل، قد يكون تعرفوا في السوشيال ميديا، ايا كان وسيله التعرف اللي تعرفوا عليه فيها، الرجال او الولد او الشاب هذا اللي ماطل اسباب كثير، ممكن يكون يلعب، ممكن يكون يلعب. واحنا تبون نتكلم مثاليات ولا تبون نتكلم بواقع؟ لا انا اقول لك يا دكتور اكيد احنا نبغى نتكلم، نكون واضحين من البدايه. صحيح. طيب. لانه انا اعرف يعني سمعت قصص من ناس حولي لدرجه انه صار موضوع الخطوبه كذبه، يعني مثلا اذا قلت له تعال اخطبني يجي يخطبها ويماطل حتى في فتره الخطوبه، وبعد فتره يقول لك والله احنا مو متفقين، بعد ما يكون راحوا جاوا وطلعوا ودخلوا كل شيء. تمام. انا هذا الشيء اللي كنت بقول لك عليه. أي. قد يكون هو اصلا يلعب من البدايه. واللعب كل واحد يلعب بطريقته، كل واحد يلعب بطريقته وشخصيته وتجاربه اللي صحيح. انا عشان كذا قلت لكم تبون نتكلم بواقعيه نتكلم بواقعيه، تبون المثاليات المثاليات موجوده في الكتب اسردها لكم سرد نقول مع السلامه وخلاص. لا نبغى من واقع العيادات يا دكتور. الواقع اللي احنا نعيشها الاغلب صراحه، الاغلب بالنسبه للشباب، ما بيقول الاغلب نقول البعض عشان ما حد يمسك علينا شيء يعني. البعض يلعب. يلعب ما عنده نيه زواج، ما اصلا ما في نيه مبيته للزواج، فهو جالس يتسلى. طبعا فيه من يجد اللي تتسلى معه بطريقته وهم كلهم مبسوطين، وفيه اللي لا لازم يدخل عليها من مدخل الزواج. فهذه اللي يدخل عليها من مدخل الزواج ما هي معقول انه بيقول لها ترى انا بلعب لي سنه سنتين وبعدين خلاص، طبيعي انه بيقول لها بتزوج. شاف في جديه منها وانه هو لازم تيجي تخطب، هذا الشخص اللي انت قلتي عليه قبل شوي. انه هو اللي يروح يخطب، اوكي انا اجيت خطبت، طيب الخطوبه لازم نمددها شويه، مددنا شويه، وصلنا مرحله انه يا ايه يا لا، يلا واحد زائد واحد يساوي اثنين، يا زواج ولا مع السلامه، عاد تبدا عاد الظروف وتبدا المشاكل وتبدا وتبدا وتبدا. هذا الشخص اللي جاهز اصلا من البدايه مبيت النيه انه يلعب. وانا بعطي الامور مصطلحاتها اللي احنا متعودين عليها. يلعب هو فعلا قاعد يلعب يعني. في الشخص اللي لا يعني هو يبغى يتزوج، صحيح يبغى يتزوج، ولكن انه مثل ما قلتي هو راح وطلع ودخل وجاء
ويعني تعمق فيها العائلة وتعمق في البنت وتعمق في أخلاقها وطبعها، قد يكون أنها كويسة هي ما فيها شيء وهو كويس، ولكن اكتشف أنه ما هي الشخص اللي أنا ممكن أكمل معه من وجهة نظره. وأنا أرجع وأقول دائما الولد الخسارة عنده قليلة، البنت لا، ممكن تقول حتى لو أنه نسب يعني مناسب، حتى لو كان ببالها 100%. طب على فكرة ترى الكل في البداية يبين أنه أحسن واحد، وما في احد بيجي يقول لك ترى انا سيء، كل واحد يبين اجمل ما عنده، مو بس حتى بالعلاقه ما بين ولد وبنته وعلاقه عاطفيه، انت لما تواجه ناس بتبين احسن ما عندك، هذا شيء طبيعي ترى على فكره، ولا هو كذب. بعض الناس يقول هذا يلعب، لا ما هو كذب، اي شخص وهذا الصحيح انك تبين اجمل ما عندك، تجمل ولا لا تكذب يعني. فممكن مع الوقت انه حس انه لا في اشياء ما تناسبني، فخلني ادور على غيرها. ارجع واقول انه خسارة عنده أقل. البنت لا، الخسارة عندها عالية، أني أنا جلست مع الشخص هذا مثلاً سنة فترة تعارف ولا خطوبة، وقد يكون في تعلق برضو، فلا يعني أنا أرضى بالخمسين والستين بالمية، غير عن الولد اللي يقول لا والله أنا بي المية بالمية خليها تنقص خمسة ولا شيء ولا تسعين بالمية، لكن ما تنزل للخمسين بالمية، ولا في أحد ما ينزل بعد يعني التعارف والعشرة الطويلة. يعني هذا أنا أرجع وأقول أتكلم بالواقع علشان الناس يستوعبون الكلام. يعني شخص ممكن يكون صديقك ومن الطفولة وأنت وياه تروحون وتجون، مجرد ما تسكنون مع بعض لكم أسبوع تكتشف أشياء سيئة فيك، وتكتشف سيئة ممكن تكون نهاية العلاقة ما بينكم فيها السفرة هذه اللي سافرتوا فيها. طيب الحين البنت كيف مثلا تعرف أنها هي داخلة بعلاقة مش جدية، مع أنه بعض الأشخاص ممكن يجيها لين الباب ويطق بابها وتكون علاقة رسمية فعلا، لكن إيش العلامات اللي ممكن توضح على الخطيب أنه هو قاعد يلعب أو أنه هو مو جدي أو هذه العلاقة مستحيل راح تنتهي بالزواج؟ والله شوفي أختي ندى، الحين بالنسبة للبنات أو الأولاد كل واحد عنده تفكير معين وعنده فهم معين واستيعاب معين، فيه اللي يلقط ما بين السطور، وهذا يعني بالعادة سهل إنه يتماشى ويتعايش ويعيش حياته يعني ويقدر يمشي أموره يعني. وفيها الشخص اللي يعني فهمه وذكاءه وسط يعني، ولكن فيه على فكرة ترى ناس يعني غبي عاطفيا غبي اجتماعيا ما يقدر يلقط الأمور يعني. فأنا بالنسبة لي وجهة نظري اللي أراه واقعيا وعمليا وحتى مثاليا، يعني بالنسبة للبنات يعني إذا هي جادة مثل ما قلت ممكن يكون واحد جاء وتقدم وخطب، يعني إذا حست أنه هذا يعني أنا أرجع أقول هذه حسيس تنقري ما بين السطور، يعني لأنه مستحيل أن الشخص اللي قدامك بيجي بيبين لك أسوأ ما عنده، مستحيل ولا يمكن تصير هذا، ولا يمكن تصير إلا أنه ما ليده منها لأسباب كثيرة، هذا موضوع آخر. طيب. لكن أنا أتكلم على شخص توه جاي في البداية، أكيد بنبين أحسن ما عنده. أكيد. أنا أشوف البنت بالطريقة هذه يعني على الأقل أنه يكون أنت إحنا اتفقنا الآن أنه شيء رسمي ولا تعارف بينهم عشان نكون بس واضحين. شيء رسمي. يعني الأهل كلهم عارفين. أي. طيب الأهل كلهم عارفين، أنا أعتقد أنه ممكن ندخل في أمور جدية للزواج، اللي هو مكان البيت والأشياء هذه والتفاصيل الكثيرة وإشراك الأهل في التفاصيل هذه، مع أني أنا أعرف أن كثير من الشباب والبنات يعني يرى أنه أوه أنا عندي حرية وأنا عاقل وأنا 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 فما يحتاج أدخل أهل. لا بالعكس، في البدايات هذه على الأقل تبين الجدية، هل أنه في جدية ولا لا. في جدية خير وبركة، كثير ناس تعارفوا وتزوجوا والأمور الحمد لله تمام يعني، والأكثر منها اللي هو تعارفوا ودخلوا في أشياء زي كذا وخربت، وفي منهم اللي أمورهم سالكة لين تزوج وأول شهر يعني خربت ما بينهم. عدم الاتفاق يا دكتور يعني هذا شيء وارد، يعني الواحد كمان ما يبغى يقول انه من المسلمات. صحيح. يكون في توافق طبعًا. ولكن طبعًا. في حال يعني لا قدر الله انتهت العلاقه، سواء كانت تعارف او كانت خطوبه رسميه، برايك كيف ممكن الشخص ممكن يتعافى من الالم بعد انتهاء العلاقه العاطفيه، خصوصا اذا يعني كانت هذه العلاقه يعني فيها تفاصيل وفيها عمر وفيها وقت وفيها عطاء وفيها الكثير من العواطف؟ صحيح. والله شوفي، هي طبعا انتهاءها غالبا يا اما انه يكون بالتراضي او بقناعه، يعني اثنين قالوا والله احنا ما نصلح لبعضنا، اوكي متعلقين ببعض او طرف متعلق بالاخر، انه اتفقنا انه ما فيها يعني ما في توافق ولا نبي نكمل يعني كاصدقاء مثلا، يعني خلص انه يا انه في زواج ولا ما في زواج، اتفقنا انه ما في زواج خلص مضطر احنا نفترق يعني. فهذه في الغالب انها بتكون اخف واقل وطئا من انه يكون انها تنتهي في مشكله يعني. تمام.
او اي يعني في بعضهم تنتهي بمشكله مشكله ما بين الاثنين ويصير خلاص كل واحد يمشي بطريقه. فالاولى انا بوجهه نظري انها تكون اخف واقل لانه في قناعه في على الاقل ما في غبنه، ترى في غبنه احيانا صحيح انه استغلني خاصه من جهه البنت مثلا انه استغلني ولعب علي في الغالب هذه ما نسمعها من جهه الطرف الاخر للاولاد انه استغلتني ولعبت علي هذه قليله يعني حتى لو موجوده فهي قليله لكن من جهه البنت اكثر يعني انه استغلني لعب علي وفي الاخير رماني ولا تركني ولا يعني من الاشياء هذه لكن لما يكون في اتفاق ما بين الطرفين او انا اشوفك انك ما تناسبني اوكي انا ابيك واحبك بس ما اظن ان ننفع ان نكون ازواج ونعيش في بيت واحد هذه بتكون اقل يعني هذه مع الوقت عموما على فكره ترى الاثنين يحتاجون وقت يعني دائما نقول يا دكتور انه الوقت كفيل انه هو يعالج صحيح. كل الالام لكن سامحني بضيق الوقت يا دكتور يعني اعتذر منك لكن اكيد سعيدين جدا بوقتك ومداخلتك معنا لليوم وحقيقه يعني احترم فيك شفافيتك وشكرا جزيلا لك. مشاهدينا بعد الفاصل طرق المحافظة على روائح العطور وما هي أفضل أنواع العطور الصيفية. خلوني أخذكم لقصة جميلة لمصور رجال المملكة قبل 30 سنة ومارس هوايته في التصوير وبالتحديد تصوير زواجات والمناسبات. المميز في قصته أنه عاصر تطور الزواجات بداية من بيوت الشعر والخيام إلى قاعات الأفراح والتفاصيل الكثيرة اللي نشوفها اليوم. تفاصيل هذه القصة نتابعها في التقرير التالي مع زميلنا حسام الشيحي. خلونا نشوف. من بحث وتقص للرزق وفي أقصى شمال السعودية استقر وأقام هذا المصور لأكثر من 30 عام عايش من خلالها التدرج والتطور الذي حصل في الزواجات والمناسبات المجتمعية. أنا جيت رفا العام 1993 وما شاء الله هذا أيام رفا صغير مرة وهنا في دور يبغى يصور زواج حفلات كده كيف أنا في ما هذا أيام ما في قصر ولا ما في استرا أنا أروح بعد المغرب يشوف وين بين نشرة زينة روح هناك ويجلس شيبان في جالس هنا شاي قهوة هنا في سال يبغى صور زواج أفلاد هم ما في مال مش تصوير فكرهم في أنا يجي من طرف قناة يقول أيوة أيوة أنا يجي بالتلفزيون أيوة ما شاء الله خلاص خلاص صور صور بعدين يوم زواج هنا في روح يصور بس الطريقة نشرة خيمة ما في هذا قصر والله استرا يسوي زينة نشرة كويس كل نفر في يجيب عناية في حدية غنم ما في فلوس كذا لا يجيب غنم كل واحد يجيب غنم حتى بالجنب النشرة كذا هذا طريقة وبعد التصوير هن عشاء وبعدين عرضة عامري وكله خلاص بعدين هن سلم هو في شريط هذا طريقة هذا هي بعد إقامة لأكثر من 3 عقود اقتربت مغادرة طارق رفقة عدستها التي حملت في طياتها كثيرا من الذكريات التي لا تنسى. لروتانا حسام الشيحي رفحة. وبهذا التقرير وصلنا لختام حلقتنا اليوم. أجمل التحايا مني أنا رؤى ريان وندى العتيبي وفريق برنامج سيدتي وأكيد نشوفكم بكرة في نفس الموعد في أمان الله.